Suavemente, bésame. Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. يوسف السيد من اسكندريه 26 سنه خريج سوشيال وورك. جيت هنا القاهره لسه جاي بقالي فتره يعني بتاع سنه, وجيت دورت على شغل هنا عشان ما كانش في شغل في اسكندريه شركات وبتاع. كان اصلا مرتب كان قليل جدا, فما حبيتش يعني انا اشتغل في شركات, فجربت الشغل الحر اللي هو الفريسكا دي وراسه اصلا. رحت قدمت على شركه بقالي فيها بتاع اسبوعين كده ولا حاجه في كول سنتر بتاع لسه ما تبقى قريب. فالحمد لله نجحت ولسه هو بكمل فيه. يعني الصبح بيبدا الصبح يومي من الساعه 6 الصبح, تمام, من 6 بخلص بالكول سنتر الساعه مثلا 5, ومن 5 بعمل بريك نفسي نص ساعه او ساعه كتير قوي. بحط حسابات بتقابلني الحكومه هنا بتاخدني بلديه, انا اتاخدت كذا مره بتعمل لي محضر تشرف. السيزون بتاع الفريسكا خلص في اسكندريه, فما فيش شغل هناك ان انا انزل اشتغل شركه وزي ما قلت لك عشان السلر بتاعها بيبقى 1000 جنيه ومش عارفه ايه والجو ده كله, فمش هينفع. فنزلت قلت اشتغل الفريسكا في القاهره لان هم بيجوا لي ردود افعال الناس من هناك الحمد لله كويسه جدا جدا, وفي سمايل كده عليهم عارفه انت اللي هو الرياكشن بتاعهم جامد قوي. فحبيت يعني انا قلت مثلا المفروض كل واحد يعمل يوني فورم للشغل وبتاع مش عارف ايه, لا ما حسيتش بده خالص لما غير ان انت تبقى مختلف عن اي واحد بياع. الحمد لله على كل حال انا مبسوط وحابب الشغل ايا كان, حتى لو ما بعتش حاجه بتوكل على ربنا وتعمل حاجه انت حاببها. هو الواحد نفسه يتجوز ويفتح بيته والجو التقليدي ده, بس عامه انا بعشق تمثيل الشغل. مش هو في حالي والناس تسيبني في حالي, مش عايز حاجه كتير يعني, عايز ابقى في حالي محدش يعني. في ناس هنا بتقلش معايا كتير بتخانق, في ناس بتضايقني كتير, بس انا مش عايز حاجه والله.